السلام عليكم تلاميذ الصف الأول الابتدائي مدرسة الأماني الأهلية، معكم معلمة الرياضيات الست سهى. اليوم إن شاء الله سوف نكمل ما أخذناه في الدرس السابق، وأريد من التلاميذ أنهم يجيبون كتاب الرياضيات ويتابعون معايا الشرح. الآن راح نبدي نكمل أيام الأسبوع. أخذنا أيام الأسبوع 3 أيام من الأسبوع، أخذنا يوم السبت والأحد والاثنين، السبت الأحد الاثنين. اليوم راح نكمل الثلاثاء الأربعاء الخميس. بالأول تراجعون ذني السبت الأحد الاثنين، وبعدين تقرون الثلاثاء الأربعاء الخميس، ثم راح تراجعون من البداية أيضا حتى لا تنسون. وبعدين راح ناخذ الكسر الربع 1/4. هسه بالبداية أنتم درستم بالدرس السابق السبت الأحد الاثنين، اليوم هسه راح تدرسون الثلاثاء الأربعاء الخميس، تحفظونها بالتسلسل، تحفظون بالتسلسل، تفهمون إنه السبت اليوم الذي يجي بعد السبت الذي يلي السبت هو الأحد، واليوم الذي يلي الأحد هو الاثنين، وبعد الاثنين الثلاثاء، وبعد الثلاثاء الأربعاء، وبعد الأربعاء الخميس. اليوم تحفظون الثلاثاء الأربعاء الخميس. اليوم الأول من أيام الأسبوع السبت، الثاني الأحد، الثالث الاثنين، الرابع الثلاثاء، اليوم الرابع بالأسبوع هو الثلاثاء، اليوم الخامس الأربعاء، اليوم السادس الخميس. هسه أيضا راح أكتبها لكم وانتم تنقلونها على الدفتر ايضا حتى لا تنسون. او راح ناخذ اليوم الرابع هو الثلاثاء، واليوم الخامس هو الاربعاء، واليوم السادس الخميس. تحفظون ذني وتراجعون إن شاء الله بالدرس الجاي، أيضا راح نكمل يوم الجمعة وراح نراجع أيضا من البداية.